بكم مشاهدينا الكرام، تحية لكافة الزملاء والزميلات في استديوهاتنا في رام الله، أيضا لطلبة الثانوية العامة بكافة فروعها. مبارك لكافة الناجحين والمتفوقين، ولمن لم يحالفه الحظ لم تنتهي المحطة عند هنا إن شاء الله في الأيام القادمة، التوفيق له. هنا مشاهدينا الكرام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في محطة أخرى من محطات التميز والنجاح في حصد أوائل الوطن، هنا قصة نجاح أخرى للأولى على الوطن، الفرع العلمي مروة عيسى. نلتقي بالطالبة مروة وعائلتها. مروة، مبارك نجاحك، هذا التميز الباهر، يعني أكيد جميل جدا المعدل، وأيضا نجاحك اللي وصلك لهذا اليوم. طبعا الحمد لله، يعني هذا المعدل اللي أنا وصلت له، وكمان بحب أشكر أهلي وكل حدا عامني، طبعا معلماتي ومدرستي، طاقم مدرستي ومعلميني ومديرتي، وطبعا بهدي نجاحي للشعب الفلسطيني والأهالي القدس وللأسرى وللشهداء. كل تحية لك مروة. مروة، يمكن من وانت صغيرة قالوا لي الأهل إنك كنت متفوقة، ما نزل المعدل عن 99 ما شاء الله، واستمريتي على هذا النجاح والتميز. كيف حصدتي؟ شو عملتي في توجيهي؟ هل إنه كان في برنامج معين؟ نظمتي وقتك؟ شو ممكن أنت عملتي عشان تنصحي غيرك؟ يعني هو في الأغلب إنه الواحد ما يراكم على حاله، وإنه يتابع أول بأول مع المعلمة أو أستاذ، بس هذا أهم إشي يعني، وما يضغطش كتير على حاله بالدراسة، إنه يعني يعطي حاله أكثر من مجهوده. جميل هذا المعدل، وإن شاء الله في المرحلة الجامعية من تفوق لتفوق إن شاء الله. شو طموحك؟ شو حابة؟ ولا لسه بتفكري؟ ولا لسه بتسمعي لسه من الكل؟ دكتورة إن شاء الله، على طب إن شاء الله. إن شاء الله على تخصص الطب، وتكونوا مسلونة، والمسيرة الطبية اللي لها دور بجانب التعليم. احنا بنتمنى لك كل التوفيق مروة. لمين بتهدي نجاحك؟ بهدي لأهلي ولنفسي على التعب اللي أنا قدمته، ولكل حدا ساعدني في هذه المرحلة من معلماتي ومعلميني ومديرة المدرسة. وبحب أهدي نجاحي لسيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، للحكومة والأهالينا في القدس والأهالي فلسطين بشكل عام. بعد التعب بتيجي الفرحة، ألف مبروك قولوا له. معنا والدتها طبعا الأم إلها المكانة الأكبر، احنا مش بنميز، ولكن دوما الام تلاقيها انه يعني دايما قلبها شغال مع بنتها، قديش حابه تتاكد كيف امورها. كيف وجدتي نتيجه بنتك؟ والله كانت يعني تستحق هذا النجاح، لانها هي مثابره ودائما مجتهده يعني، والحمد لله ربنا اكرمها. كانت دائما منظمه وقتها، ما تتعبنا يعني في دراستها، خلاص مذاكره اللي عليها ومنجزه، وبالتالي يعني هي ارتاحت وريحتنا معها، وربنا أكرمها الحمد لله. شو أكثر ميزة ميزت مروة عن بناتك وحساء سبب من أسباب تفوقها؟ إنها ما بتراكم دروسها، كانت أول يعني بأول. بأول بتنصح أول المراجعة بأول. أول بأول أول بأول بتراجع الدرس من جميع المواد اللي حواليها، وبتتمم عليه وبتنتقل لغيره، فهذا ساعدها إنها ما راكمت، وكانت يعني ملمة بجميع المنهاج في وقت يعني قياسي مع السنة الدراسية الحمد لله. أول موقف يعني ساعة انتظار النتيجة، الكل قاعد على نار بنتظر النتيجة قديش كذا، شو كان مشاعر الأم وقتها؟ أكيد كانت مشاعر توتر يعني وقلق يعني، وخاصة يعني أن أنا كنت أتمنى أنه تكون نتيجتها ترضيها هي، لأنه هي مروة تعبت، وأنا راضي بأي معدل كانت حتحصل عليه، بس كنت أتمنى أنها هي اللي تكون راضية عن المعدل اللي حصلت عليه، لأنها هي تعبت، والحمد لله ربنا أكرمها، هذا فضل من رب العالمين. يعني الإبداع يكون حليفنا في أبنائنا طلبتنا. اليوم التوجيهي بكرة الجامعة وما بعد الجامعة، يمثلونا إن شاء الله في كل المحطات والمجالات والقطاعات المختلفة. شكرا لك والدة مروة. نرجع لمروة. مروة، رسالة أخيرة منك لمين بتوجهيها بعد هذا النجاح الباهر اللي إحنا كنا سعيدين وفخورين بتفوقك اليوم؟ يمكن الصغير والكبير اليوم شاهدك وحب يكون مثلك، شو ممكن تقولي؟ بحب
بحب أبارك لكل الناجحين وكل اللي حلفهم الحظ واللي ما حلفهم الحظ لسه معكم فرصة تانية إن شاء الله بتزبطوا فيها. كل تحية لك مروة، توفيق لك في المرحلة الجامعية وفي كل مراحل حياتك إن شاء الله. مبارك مرة أخرى لأسرتك، لكل من ساندك في هذا اليوم حتى تحصدي هذا النجاح الباهر. إذن مشاهدينا الكرام، الطالبة المتميزة مروة عيسى الحاصلة على معدل 99.7 الأولى على الوطن، هذا التميز وقصة النجاح اليوم لا تقتصر عند مروة، فهناك الكثير من قصص التحدي والإرادة من طلبتنا المثابرين الذين حصدوا واكتسحوا أعلى المعدلات. نتمنى لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، ولمن لم يحالفه الخط أيضا له تجربة أخرى ولم تقف الحياة عند هنا. إليكم مشاهدينا الكرام لاستوديوهاتنا في رام الله، عودة لكم، يسعد صباحكم من جديد.